حرصت مؤسسة حياة كريمة على مشاركة المواطنين في رحلة الحيوانات المستخدمة في عيد الأضحى المبارك من التربية وحتى التوزيع. وكشفت مؤسسة حياة كريمة خطوات التعامل مع الأضاحي ولحوم الصدقات والتي سيتم توزيعها على كل مستحقيها في مختلف قرى ومراكز مصر. احنا النهارده متواجدين في المجزر الآلي المتكامل في النبريه. عندنا في حاجتين مشتركين في المؤسسه السنه دي: صكوك الاضاحي ولحوم الصدقات. صكوك الاضاحي دي ان شاء الله هيتم توزيع اللحوم اللي موجوده فيها ولحوم الصدقات كذلك على كل المستحقين الموجودين في كل قرى ومراكز مصر. كنا حريصين جدا مع بدايه المشروع اننا نختار افضل الاماكن باعلى الجوده، عشان كده كان اختيارنا للمجزر الالي بالنبريه، لان المجزر اعتماده الكل بيكون عن طريق المكن، فالبروسيس كامله من بدايه عمليه الذبح لحد التعبئه والتغليف بتاعتي، كل ده بيكون عن طريق المكن بتاعي لحد مرحله التغليف. الذبح هيتم في المجزر طبقا لبعض الخطوات. نبدا اول خطوه عندنا استقبال الحيوان وتاكد من صلاحيه الحيوان للذبح، وده طبقا للاجراءات اللي موجوده والمنوط بيها هنا في المجزر، وطبقا طبعا للمديريات البيطريه المتعاونه معانا. بعد كده بنبدا في مرحله الذبح، ان الحيوان بيتم ذبحه بشكل آلي بشكل متكامل جدا، ده عشان يضمن جوده اللحمه واضمن ان انا اقدر اخرج اكبر كميه كافيه من اللحوم واقدر استفاد بيها واوصلها للمواطن. بعد كده بنخش مرحله التبريد. التبريد بيتم فيها ان عشان خاطر اتاكد ان لما اجي اوصل لمرحله التشفيه بعديها ان اقدر اطلع اكبر كميه من اللحوم واقدر افصلها عن العظم عشان اوصل لاكبر معدل تشفيه. معدل التشفيه اللي بيضمن لي ان كميه اللحمه اللي خارجه من الراس الماشيه ما تقلش عندي عن 50% عشان اقدر اوصل لمعدل كافي واقدر اوصل لاكبر كميه لحوم. مرحلة التغليف بتبدأ معايا، وهي الدور الجزء الأهم لجزء المتطوعين اللي بيكونوا موجودين معانا في أي مشروع لمؤسسة حياة كريمة. المتطوعين بتوعي بيكونوا موجودين معايا في المشروع، بيغلفوا معايا، بيعملوا معايا الكراتين، وابدأ إن هم يساعدوني في إن احنا ننقل حاجة لعربية الثلاجات عشان نقدر إن احنا نفرح بيها أهالينا من المستحقين. وده هو الهدف الأساسي لمشروع حياة كريمة في أي بروجكت بيكون موجودة فيه، هو إن مفيش فرصة تكون موجودة إن احنا نفرح بيها أهالينا إلا ونكون موجودين فيها.